بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قد رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن هذا الباب هو من أبواب كتاب الصلاة، من كتاب عمدة الأحكام. قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أحكام الصلاة والأذان والإقامة وغير ذلك، وسيأتي بقية أحكام الصلاة. بدأ بالكلام على أحكام الصلاة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا يعني فقه وملحظ من المصنف رحمه الله، بمعنى أن أولا الأصل في كل ما يأتيه المسلم ويذره هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه المسلم في شأنه كله، وهذا هو الذي يجب ويتعين على كل مسلم أن يتحرى في أعماله وأقواله وشأنه كله، يتحرى لزوم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولزوم السنة والاقتداء يعني أشير إلى حديث رافع بن خديج
في المزارعة. في حديث رافع يحدثه بعض الصحابة قال منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر كان لنا فيه نفع. عند مسلم الحديث عند مسلم كان لنا فيه نفع، ولكن لاحظوا ولكن طاعة الله ورسوله أنفع لنا. يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بلغت بهم ذروة الإيمان وذروة الاتباع وذروة اليقين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. منعنا من أمر كان لنا فيه نفع، ثم قال ولكن طاعة الله ورسوله أنفع لنا. هذا هو الذي ينبغي أن يعيشه المسلم، وأن يعلم علم اليقين أن لزوم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الحق، هو الحق ولا شك، لكنه هو الأنفع وهو الأصلح في الدين والدنيا والآخرة. تأملوا قول الله عز وجل حينما قسم الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد من السدس ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث فإن كان له إخوة فالأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فالذي يعلم النفع هو الله عز وجل. الله قسم الميراث، أعطى الأبناء الأولاد والبنات والزوجات والأزواج والآباء والأمهات والأقارب على حسب القسمة. قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فإذا توفي الأب أو الأم وخلف ورثة أولادا وأبناء وبنات فيهم الصالح فيهم الفاسد فيهم الفاسق فيهم العاق فيهم الميراثهم واحد، لا يعطى الصالح أكثر من العاق، إنما يعطى على قسمة الله. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. المقصود هو أن حق المسلم أن يلزم السنة، وأن يعلم علم اليقين أن فيها الخير والحق والنفع والصلاح في الدين والدنيا والآخرة، سواء علمت الحكمة أو لم تعلم اللزوم. ولهذا الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج خذوا عني منسككم. فالمقصود هو الاقتداء. ولهذا استفتح المصنف رحمه الله أحكام الصلاة وأفعالها وأقوالها بذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في ذلك 14 حديثا، أورد في ذلك 14 حديثا. فقال باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. طبعا أبو هريرة وكذلك الصحابة رضي الله عنهم حريصون جدا على أن يقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعني كل شيء لم يظهر لهم أو صار فيه نوع خفاء يبادرون بالسؤال والاستفسار.
وبخاصة أبو هريرة رضي الله عنه كان حريصا جدا على أن يعني يلزم السنة. فأبو هريرة رضي الله عنه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم له سكتة بين التكبير وبين القراءة. طبعا هذا في الجهرية، واضح الكلام هنا في الصلاة الجهرية. فقال إذا كبر سكت هنية. طبعا السكوت هنا ليس الصمت، واضح السكوت مقابل الجهر، السكوت هنا مقابل الجهر، بمعنى هو أدرك أن الرسول يقول شيئا لكنه لم يسمعه، فسكت هنا بمعنى لم يجهر. ولهذا جاء في الحديث أنه يلحظون اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يقرأ. فالمقصود أن قوله سكت بمعنى ليس صامت لا يقول شيء، لا إنما لم يجهر. ولهذا قال ماذا تقول، لأنه أدرك أنه يقول شيئا. هنية تصير هنة، هنية تصير هنة، وهي الفترة القصيرة، الفترة القصيرة. وأيضا روية هنيهة، روية هنيهة، هنية وهنيهة كلها بمعنى واحد، بمعنى السكتة القصيرة أو الفترة القصيرة، الفترة القصيرة. إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. فقلت لرسول الله بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي في محذوف، وهو فديتك أو فداؤك أبي وأمي، بأبي يعني فديتك بأبي وأمي. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أرأيت تضبط بأرأيت وأرأيت بضم التاء وبفتحها، فإذا قال أرأيت يكون للخطاب للمخاطب، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أرأيت يعني المتكلم، فيكون هنا أبو هريرة. أرأيت يعني أنا أسأل عما رأيته، أو أرأيت أسأل عما رأيته فيك. فلهذا هي ضبطت بفتح التاء وضبطت بضمها، أرأيت ورأيت. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، كما قلنا السكوت هنا بمعنى عدم الجهر، بمعنى عدم الجهر، وليس السكوت بمعنى الصمت، وليس السكوت بمعنى الصمت، وإنما بمعنى عدم الجهر، وإنما كان يقول قولا في السر. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، يعني تكبيرة الإحرام، التكبير تكبيرة الإحرام، وسوف يأتي الكلام على تكبيرة الإحرام في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إذن هذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم بالاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيسألون عما لم يظهر لهم أو عما خفي عليهم. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا هو دعاء الاستفتاح. ووردت صيغة أخرى، هذه صيغة، وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ورد هذا ورد هذا. وبعض العلماء يرجح الصيغة الأولى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لماذا؟ قال لأنها كلها تمجيد لله، كلها تمجيد لله، وهنا لا، هنا دعاء، هنا دعاء المسلم يدعو لنفسه، يستفتح بالدعاء لنفسه، بينما هناك يستفتح بتمجيد الله عز وجل، وكله صالح وكله ثابت، وكله ثابت.
وهذا في صحيحين، هذا الصيغة في الصحيحين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. طبعا المقصود هو أحيانا المباعدة قد يفهم منها البقاء، حينما تقول باعد يعني هو باقي، يعني الخطايا باقية، الخطايا باقية، لكن بخلاف لو كما قال امحو او ارفع او نحو ذلك. طبعا المراد هنا لا شك ان المراد الازاله، لكن لما قال كما بعدت بين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب لا يلتقيان، المشرق والمغرب لا يلتقيان، كما بعدت بحيث لا يلتقيان. والمقصود هنا يعني تاثيرها، تاثير الخطايا، لأن الشيء إذا وقع لا يرفع، ذنوبك إذا وقعت لا ترفع، لكن تسأل الله أن يغفرها، بمعنى أن يمحو آثارها، لأنها وقعت، الذنب وقع، فأنت تسأل الله أن لا يؤاخذك وأن لا يحاسبك وأن لا يكون للذنوب تأثيرها. فإذا باعد بمعنى احفظني من آثارها في ديني ودنياي وفي آخرتي. المباعدة بمعنى أن يقيك الله آثارها وعواقبها، وأن يحفظك من آثارها السيئة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يعني ذنوبي الصغائر والكبائر، هنا الخطأ يشمل الصغائر والكبائر، كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأن المشرق والمغرب لا يلتقيان، المشرق والمغرب لا يلتقيان. فيعني كان يقول باعد بيني وبين خطايا بعدا لا 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 ألتقي معها، بعدا لا ألتقي معها، والمقصود كما قلنا الآثار. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لاحظوا عندنا ثلاث دعوات هنا، باعد، نقني، اغسلني. المباعدة كما قلنا هي ألا يجتمع بها ويمحو أثر، ثم قال نقني، التنقية التطهير، التنقية التطهير، اللهم نقني من خطاياي. فإذا سأل الله المباعدة، ثم سأله التنقية والتطهير والسلامة من 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 آثارها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خص الثوب الأبيض، اللون الأبيض، لأنه هو الذي تظهر فيه النظافة، هو الذي تظهر فيه النظافة أكثر من غيره، لأن الثوب الأبيض إذا غسل هو الذي تظهر فيه أكثر من غيره. ولذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس الوسخ، الدنس الوسخ. ثم بعد التطهير سأل الله الغسل. طيب نقول له إن شاء الله ما تطيح. سأل الله الغسل، بمعنى بعد التطهير الغسل. فهو سؤال لله عز وجل أن يمحو الآثار بكل تبعاتها أو بكل أنواع النقاء والتطهير. قال اللهم أغسلني، فتنقية ثم غسل من خطأ بالماء والثلج والبرد. هو الأصل أن يعني
الغسل بالماء الحار قد يكون أنظف، لكن هنا قال لا، بالماء والثلج والبرد، ماء وثلج وبرد. قال العلماء لأن الذنوب محرقة، تحرق، والحرق يدفع يعالج بالبارد، بالثلج وبالبرد. وقد يكون الماء والثلج والبرد مثل اغفر لي واصفح عني واعفو عني، مثل تعفو تصفح تغفر. فالأفعال إذا اجتمعت يكون لكل واحد أثره، وإذا ذكر واحد وحده يدل على الجميع. لو قال رسول بالماء لشمل الماء الثلج والبرد، لكن لما ذكرها دل على أن الماء له نوع معالجة هنا، والثلج له معالجة، والبرد له معالجة. فلما ذكر الثلاثة دل على أن لكل نوع أثره، كما قلنا تعفو تصفح تغفر. فهي أفعال ثلاثة، إذا جاءت مجتمعة كان لكل فعل معناه، ولو ذكر وحده اغفر لي شمل العفو والصفح والمغفرة. وكذلك هنا لما ذكر الماء والثلج والبرد دل على أن لكل نوع أثره في إزالة الذنوب أو في الغسل. وفي قوله باعد بيني، طبعا هذا بضمير المتكلم، بضمير المتكلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إمام، والأصل في الإمام أنه لا يستقل بالدعاء وحده لنفسه. الإمام إذا كان يدعو ينبغي أن يشمل المأمومين، لكن هنا لا، هنا لأنه سر. فالإنسان إذا كان يدعو سرا لا مانع أن يدعو بنفسه، يدعو لنفسه أن يخص نفسه بالدعاء، فهذا سر. أما لو كان على المجهور جهري كان يقول الله باعد بيننا وبين خطايانا، فهو نقل بعد بيني لأنه سر. وإلى الأصل يا إخواني في الإمام أنه لا يستقل بالدعاء لنفسه. إذا كان يدعو مثلا، لو كان يدعو قنوت فيقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا، ولا يقول الإمام وهو رفع يديه في القنوت مثلا وبالجهر ويقول اللهم اغفر لي، لا، هذا نوع من الخيانة، نوع من الخيانة. ولا ينبغي أنه إذا كان إماما وقد رفع صوته بالدعاء أن يدعو للمأمومين، والمأمومون يؤمنون خلفه. لكن هنا لا، هنا لأنه سري، دعاء سري، فلا مانع أن يخص نفسه بالدعاء، ولهذا قال اللهم باعد بيني. وأيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تقع من الخطايا، وهذا معروف، لكن خطاياه مغفورة، ولهذا قال يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وإلا الرسول تقع من الأخطاء لكنها مغفورة وتغفر، لكن لا تقع من الكبائر ولا فواحش عليه الصلاة والسلام، لكن قد تقع منه، ولهذا جاء في القرآن آيات عتاب له عليه الصلاة والسلام، لكنها مغفور له. ولهذا في قوله باعد بيني وبين خطايا دل على أن له، أن تأتي منه الخطايا عليه الصلاة. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى
وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث الثاني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. أولا، هذا الحديث خرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، بينما المصنف رحمه الله التزم أن تكون أحاديثه من الصحيحين، أن تكون أحاديثه من الصحيحين، لكنه قال الشراح لعله سهى، لأن الحديث هذا في مسلم فقط وليس في البخاري. وطبعا مسلم رحمه الله رواه من طريق أبي الجوزاء عن عائشة، وقالوا أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وأيضا رواه عن طريق الأوزاعي، وقال أيضا كتابة لا سماعا. وهذا بمعنى أن هذا سبب أن البخاري لم يخرجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. طبعا لا أظن نستطيع أن نأتي على الحديث كله، ولكن نشرح بعضه ونكمل بالجلسة القادمة إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. يستفتح بمعنى يفتح، يبدأ. فالسين والتاء هنا ليست للطلب، وإنما للتأكيد. يعني تعرفون السين والتاء تأتي للطلب، وتأتي للتحويل، وتأتي لزائدة طبعا، هنا للتأكيد. مثلا استغفر يعني طلب المغفرة، سأل المغفرة، استغاث سأل الغوثة. فالسين والتاء هي لتأتي للطلب، استغفر، استغاث، استعان، استدل يطلب الدليل، وتأتي للتحويل، استحجر يعني صار حجرا، استنوق الجمل صار ناقة أو بمعنى تخنث أو نحو ذلك. وتأتي زائدة مثل استباحة بمعنى أباحة. وهنا للتأكيد، افتتح يعني استفتح يعني افتتح، لكن ليس لطلب. لأن أحيانا تأتي استفتح بمعنى طلب، مثل لو أنت طرقت الباب يقال استفتح، يعني بمعنى طلب أن يفتح له. ولهذا في قصة المعراج كان جبريل يستفتح كل سماء، يستفتح يعني يطلب من خزنة السماء أن يفتحه، يستفتح يعني طلب الفتحة. لكن هنا لا، هنا ليس معنى طلب، هنا معناها تأكيد يعني افتتح، استفتح بمعنى افتتح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، بمعنى تكبيرة الإحرام. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، أنها تستفتح بتكبيرة الإحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها بمعنى إذا كبر الإنسان دخل في الصلاة مكبرا دخل في المحرم، فلا يتكلم ولا يتحرك ولا بمعنى يلتزم بأفعال الصلاة ولا يلتفت ولا. فالإنسان إذا دخل في الصلاة دخل في أشياء ممنوعة بحكم الصلاة، مثل الذي يحرم بالحج، إذا حرم بالحج دخل في أشياء ممنوعة، بحيث ما دام أنه دخل في الإحرام
إذن امتنع عليه أشياء كثيرة. كذلك في الصلاة لا يأكل ولا يشرب، فإذن ولهذا سميت تكبيرة الإحرام، بمعنى دخلت في الصلاة امتنعت عن كثير من المباحات التي كانت مباحة قبل أن تدخل في الصلاة، فسميت تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، وتفتتح بالتكبير. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكفي أي شيء، أي شيء في تعظيم، وليس لفظ الله أكبر، بينما الجماهير لا، قالوا الله أكبر، لأن هذا هو كما قالت التكبير، وهو الذي التزمه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع حياته، لم يكن يدخل في الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، وقال صلوا كما رأيتمون يصلي، ما الله يقول وما آتكم الرسول فخذوه. فإذا تفتتح الصلاة بالتكبير، يعني الله أكبر، كان يستفتح الصلاة بالتكبير. والقراءة أو والقراءة، طبعا في فرق بين في المعنى كبير، سنبينه إن شاء الله. هنا مضبوط عندكم الفتح، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، بمعنى يستفتح القراءة، بينما يستفتح بالتكبير والقراءة، يعني بالقراءة، بمعنى يستفتح بالقراءة. أولا انتهينا من التكبير، نأتي والقراءة، يستفتح بالقراءة، إذا قلنا بالكسر، إذا قلنا بالكسر يكون يصير معطوف على التكبير، معطوف على التكبير، وإذا قلنا بالفتح يكون معطوف على الصلاة، يستفتح الصلاة والقراءة، أو يستفتح بالتكبير وبالقراءة، يستفتح الصلاة بالتكبير وبالقراءة. الشارح تكلم كلام جميل أصولي على أصول الفقه، لعلنا نتركه للغد لأنه كلام جميل جدا، يعني نقف عنده قليلا، ولأنه يعني في حينما يكون له ذكرها مجرورا وإلى آخره تحتاج إلى وقفة، لعلنا نتركها إلى الغد، وكذلك إن شاء الله نكمل الشرح الحديث في جزء الغد إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.